جزاكم الله خيرا. السائل عبد الرزاق من سوريا له عدة أسئلة، يقول في أحدها: ما حكم استعمال ما يسمى العادة السرية وكيف الخلوص منها جزاكم الله خيرا؟ استعمال العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرم شديد التحريم، وذلك لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستعمال العادة السرية استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين، فمن فعله فإنه يكون من العادين أي المتجاوزين من الحلال إلى الحرام، فالواجب تجنب هذه العادة السيئة، ومن كان واقعا فيها فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ما يذكر أن في استعمال العادة السرية أضرارا صحية كما قرر ذلك الأطباء. نعم.